مشاهدينا رجعنا معكم لحتى نكفي بفقرتنا الثالثة والأخيرة مع ضيفة جديدة. اسمحوا لي رحب بمدام كارولين روحانا. أهلا وسهلا بحضرتك كارولين. ثانك يو. كارولين اليوم أنت معنا لحتى تخبرينا شهادة حياة يمكن ما بتشبه غيرها من شهادات الحياة ومن الخبرات اللي يمكن كثير أشخاص بيعيشوها. كارولين حضرتك كان عندك خي كنت معلقة فيه كثير وانتقل للسماء لعند يسوع. نعم. وكثير تأثرتي وعملتي ردة فعل كثير كبيرة. خبرينا شوي شو صار وقت خيك انتقل لعند يسوع. اوكي، أول شيء بس بدي أقول شغلة إنه رح أحكي هيدي الخبرة تكتير يستفيدوا منها، مش تا إنه أنا بس خبر شو صار معي. أكيد. يعني دايماً هدفي إنه خلي العالم عن جد مش تعرف مين كارولين، تعرف يسوع اللي شال كارولين من الموت. وهذا هدفي. أكيد. مثل ما قلت، عندي خي اسمه إلي روحانا انتقل على السما، وكان فراقه لإلي كتير صعب لأنه نحن كتير معلقين ببعض، مننا بذات الأوضة، طلاق وشبيبي على طول مع بعض، رفقتنا كتير مع بعض. حتى يعني اللي كتير مأثر فيه أنه كان آخر تليفون حكي قبل ما يعمل أكسيدون كان لإلي أنا، وناطرني أنه نروح على عيد مارليس سوا. هذا الشيء كتير أثر فيه من كل القصص، وضايقت اكيد نفسيا. والمشكله صارت انه حسيت حالي وحيده، لانه كل حدا من اهلي اخذ هذا الحزن على حاله، انه هو اكثر واحد حزنان. يعني حتى كنت انانيه بفتره انه ما حسيت بامي قدام الضيقه، يعني الام اصعب شيء تخسر ولدها. حسيت بهيدي الوحده، وصرت شوي شوي انطوي على ذاتي واكره اصحابي، اكره كل شيء خلاني اتلاقى فيه. يعني حتى اطلع على الكنيسه اتضايق من كل رفقات انه ليه انتم بعدكم عايشين، خيي لا، اتضايق من الكنيسه، اتضايق من كل شيء بيربطنا سوا. وهيك صار. واكيد يعني هذا الشيء ادى لاني بطل حب اطلع على الكنيسه، ومرقت بفتره مثل نوع من الالحاد الكلي، لانه صرت لومه لله، لانه بس توفى خيي اغلبيه الناس تجي تقول ما بعتبكم مشيئه الله، ما بعتبكم مشيئه الله. صرت اكفر بمعنى انه مشيئه الله، مشيئه الله بده ياخذ لي خيي. انه تضايقت كثير، انه هالكلمه كثير اثرت فيي، انه الله اخذ لي خيي، بطل في عندي الله. واكيد ما في خبر اهلي يعني شو عم بعاني وعيش. نحن عائله كثير ملتزمه دينيا، قداس الاحد، طلاق على شبيبي، الماما بالاخويه. صرت خاف خبر عن شعوري هيك، انه لا انا ما بعم بحب صلي، ما بعم بحب، على طول اتحجج بشكلي وبتيابي انه ما بدي اطلع الكنيسه من اجل هيدا، ما عندي شيء البس وهالقصص. بس انا وفات كنت عم بهرب من الكنيسه. انت عامله رفض كنت. Exactly. طب اكثر شيء هيك بالليل وقت تجي لحتى تنامي وتتذكري خيك شو كنت تعملي؟ شو كنت كثير اتضايق، اكيد جرب ابكي على السكت، بس بطريقه ما اكره كل شخص شوفه عم بيضحك، يعني على اي سبب. يعني حتى باوقات وقت من الاوقات اخواتي يضطروا يظهروا على مطرح او يسهروا، او كفت الحياه معهم. هيدا عم نحكي اكيد بعد سنتين ثلاثه، وكفت الحياه معهم. حتى خيي خطب وقرر يتزوج، بس ضلوا عندي هيدا النقص. يعني ديجا بتحسي انه وجهي على طول اسود، يعني عم بضحك مش من قلبي، لانه هالقد مقهوره منهم انه كفوا حياتهم عادي. وانا ترجع اتلاقى بخيي كنت كثير مأثره بهيدا الشيء. روح لعنده على المقبره ونام تحته بالمقبره، كان في جارورين، تاني جارور افتحه وفوت اقعد جوا، حس انه هيدا المطرح الوحيد اللي عم بخليني اقعد معه. دق له حتى لا عم تفتحي جارور مقبره وتفوت تنامي. ابدا خيي هونيك ابدا ما كنت خايف، وعادي يعني بالعكس كنت انبسط. ابقى هونيك 3-4 ساعات اهرب من الجامعه حتى اهلي يفكروني بالجامعه، انا بس هونيك. وهلا اكيد كان في اوهام، كان في قصص، حسه انه عم يرد علي، بس ارجع ازعل منه انه طب ليه ما بتفتح جارورك؟ يعني شوف لاي درجه فكر. وفل من هونيك احس كل ريحه ثيابي، كل غراضي منه معه. قد ايه هون كان صار له منتقل؟ ضليتني بهالحاله بحدود ال 2004 لل 2008. 4 سنين تروحي على المقبره وتنامي. صحيح. بالجارور رجعت ركلشت شوي وقتي، بس مش بالصلاه، انه كاني عم بلش شوي اتعود على الفكره، اتعود على الفكره. توفى البابا بال 2009، هون كليا كانت الضربه القاسيه، لانه خيي شوي لقيت حدا عم بيعود عنه، منهم اخواتي، منهم زوجي حاليا اللي نقيته يكون اسمه الي روحانا. بس بيي ما لقيت حدا يعود علي، هون فقدت كل الثقه بالله وبالعيله وبكل شيء. يعني كنت بس فوت ابكي ونام واكل وبس.
طب كيف اخترتي زوجك اسمه إلي روحانا؟ كيف يعني ثاقبت او بس كيف؟ صار عندي هيدا الهوس انه الله اخذ لي إلي روحانا، وعم شوف امي قد عم تبكي، بي عم يبكي، وكنت ما ابكي قدامهم هالقد، داين اني ما ابكي قدامهم. قررت اني اكون البطله بالعائله ورجع إلي روحانا على العائله بطريقه ما، انه كيف بدي رجعه، انه بركي بحكي مع حدا، بتزوج حدا، هيك عم فكر. وطبعا يعني صرت نبش، وخيي كان هيك كيف نبشتي؟ ايه خيي وين ما اروح اسال مين في اساميهم إلي روحانا وهيك. هلا خيي كان ثاقبت شاب طويل واسمر وهيك، يعني كثير حلو، وهلا كثير بحب احكي عنه بفرح. قبل كنت احكي عنه بحزن وابكي، هلا بالعكس صار في رجع. كثير بحكي عنه بفرح وبشكر يسوع. يي صرت ما حدا يعجبني انه من الشباب، لانه كلهم بشعين يعني ما بيشبهوا خيي. قررت هيك مني لحالي اكتب على ورقه انه رح صير نقي الاسم، يعني وين ما اروح اقطع اسمع حدا اسمه الي او روحانا ركز عليه. على فكره كانت الكلمه انه بس الي، اخر شيء لا صرت كثير مستعده انه الي وروحانا. كيف؟ للصراحه كان معي بالجامعه اثنين اسمهم الي روحانا، بس ما مش الحال يعني هون. ثابت انه جات تعرفت عن جديد على زوجي، وقضينا ايام كثير حلوه صراحه. يعني عم بحكيك من 2005 لتزوجنا لل 2011، يعني كثير كنا. وأول فترة مع زوجك هو عرف إنه أنت عم تتزوجي كرمال اسمه؟ لا ما نحن قبل الزواج في فترة 6 7 سنين اب اند داونز، ساعة بدي ساعة ما بدي. الفكرة ياسمين انه كنت كثير ارتاح له، كنت كثير حبه، يحكينا على التليفون ساعتين ثلاثة، مغرومة فيه. بس كنت بس تشوفيه وانس تايم غرام شوفه كيف؟ ايه، يعني كنت تشوفيه كخي لإلي كإلي روحانا البديل؟ بس شوفه لايف، بس شوفه لايف اتضايق انه انا مش هيدا اللي بحبه كحب عاطفي. يعني اتضايق بوسه، اتضايق اظهر معه كرفيقته، انه على طول عندي امل انه هو خيي، بس شيء اني اطلع فيه وما اشوفه بيشبه خيي تفصل الصوره عندي انه ما بدي اياه كفل. وهيك يصير يعني، وحرام هو اكيد لانه كثير بحبني ونشكر الله سابر معي وضاين معي لحد ما قررنا نتزوج. بس قررنا نتزوج انا كنت كثير مبسوطه انه هيدا السند اللي سندت حالي عليه حيبقى معي. ف بس ما قدرت اشوف حالي كزوجه معه بالبيت، كامراه، كحقوق له يعني واجبات زوجيه. نفرت من حالي انه انا خيي نواي يكون معه هيك هالقد. صرت تشوفي تفكر خيك، انا ما فيي اقرب على خيي ابدا ابدا، بس اقعد حده بالسهره، يعبطني، يلعب لي بشعراتي، نتعشى سوا، عن جد حس اني مالكه الدنيا. وانس تايم يقرب هيدا الشعور بيني وبينه كزوج وامراه، اكره حالي وفل من البيت او صرخ اضرب عيط دور السياره وامشي بلا وعي. وقت هو كان صبور 6 شهور، واو. يعني بعد 6 شهور بلشت انه ما بده يعرف شو بني، عارف حالي عم بعيش شخصيتين، مش مسترجي يحكيني. جرب يتواصل مع اهلي، هو كثير صاحبي واهلي، جرب يتواصل هو خيي. خيي للاسف كان بيعرف حدا، حكي قال له انه بركي حدا كتب لك كتيبه، بركي حدا انه عم نحكي مين حدا شو يعني؟ يعني شخص بركي عادي او خوري لا او شخص عادي شخص كتب عادي؟ لك كتيبه او مأثر هيدا لا الشيء قلت عليا. انه خيك تواصل مع حدا، هذا الحدا ايه اللي تواصل معه خيي هو تواصل خوري؟ مع مدام، مع مدام. بتروح عند خوري نعم بيقولوا انه بيقسم بيعمل رتبة تقسيم الشياطين. نعم للأسف انه تحت تايتل الأبونا والخوري، للأسف اكيد اهلي وثقوا فيه انا وثقت فيه، لانه كانت هيدي خشبة خلاصي، اكيد اكيد. لانه جوزي تركني، بيتي تركته، كل شيء تركت بيجمعني بزوجي. وصار عندي هون ياسمين 3 خسارات، يعني بين خيي وبيي وهلا قليل السند زوجك اللي كان صح. كل حد كل هالفتره. ما قدرت استوعب انه هو بده يطلقني، ما قدرت استوعب انه هو بده يتركني. نعم. يعني طب ورحت عند هذا الشخص اللي مسمى حاله خوري للاسف للاسف؟ رحت لعنده مع زوجي واهل زوجي 4 مرات، وكانوا هن كتير متفاهمين للموضوع انه انا عندي كتيبه، في شاب مغروم فيي وبده ياني، وانا سرقني من زوجي وهالاخبار. مع يعني انه ايمانيا بالكتاب المقدس ما في شيء اسمه كتيبه ايه وهالاخبار، للاسف. يعني وانا في حدا كان مخبرها يعني بأسف للماما، انه خوري يكون عم يستغل كهنوته كرمال يقدر يوصل وللاسف افكار لانه نحن شيطانيه اذا تحت بدك. هيدا الاسم، تحت اسم الابونا او نعم الاب، وثقنا فيه. صحيح لانه كان في مدام للاسف. بدها توديني عند شيخ، نحن من بعلبك، بدها توديني عند شيخ ببعلبك، قال بفك كتيبه وهيك. نأذوا اهلي من فكره انه شيخ، قال لا بنروح عند ابونا. يعني حتى اهلي وثقوا بابونا تحت اسم ابونا، انه ابن كنيسه وامي رئيسه، انه الاخويه رئيس الاخويه استشارتها، قالت لها انه ايه ابونا وكذا. بتعرفي كيف بتصير القصص، اكيد ونحن بدنا هيدي هو الخشبه عم اللي يستغل نتعلق فيها. كهنوته. وانا قاعده بيني وبين حالي انه جوزي تركني، ما بدي اياك، انه فهموا شو بني من صح. جوا، ما كان حدا عم بيفهمني طب شو بدي. رحت لعنده ما
ما بعرف إذا بقدر أقول عنه خوري، بس رحت للأسف. لعنده. نعم رحت لعنده، وأكيد بتمنى إنه أنا جاي أحكي عنه مش لشهر فيه، أكيد ما حتى ما حنذكر برد أسامي حتى، حتى يعني ما بذكر هو اسمه، وهو وضميره، بس وهو هي منه لربه خبرة. بيعرف قديش خربك وخرب كتير أشخاص صحيح، هي غيرك. خبرة لغيري يتعلم نعم مني، وصدقيني هذا هدفي بالحياة، إنه يعرفوا مين يسوع اللي خلصني. أكيد. فرحت لعنده أول 4 مرات أنا وزوجي وعائلته وإخواته، كتير عادي وعادي يعني ما في شيء. خامس مرة بروح أنا وزوجي، أنا كنت كل شو خميس، كان يعمل وقتها أنا كنت تروحوا؟ كل خميس روح نعم لعنده. خامس خميس هلا أول شيء ماني واعية مزبوط ياسمين شو عم بيصير، بس بعرف إنه أنا وجوزي ما عم نتطايق بولا شكل من الأشكال، لأنه هو هون صار يتضايق مني إنه ليه ما بقرب عليه، ليه ما وكذا، إنه بالنهاية أنا مرته يعني وزوجته، أوريدي كان صابر 7 سنين صح. وبعد الزواج طب 6 أشهر وقت رحتي يعني. عند الخوري شو صار؟ رحت عند الخوري قال منصلي على راسها وبنشوف شو في عندها. اوكي انه صلاه بالنهايه، في كنيسه، في مسبح، في سبع قربان، صلاة لهلا ماشي بس الحال. بقلب كنيسه اوكي يعني هالقد بدك تكوني واثقه انه هذا الابونا مية عم بيحكي بالمية صح. وقفت انا انقعدت سوري على البنك وحط ايده على راسي ومعه صليب يعني، صار يصلي يقول كلمات اخرج منها ايها الشيطان، هذه ابنتي لا تقترب منها، وصار يفتح كتب كتب واللي حوالي يعني ينفعله. والبشع بالموضوع انه انا بعدين عرفت كيف بتصير لجنه التقسيم المضبوطه من الكنيسه مية بالمية. اللاتوجيه أول عبر شيء بدنا الابونا أطباء، بعدين اكزاكتلي. بيروح على لجنة أطباء الشخص، إذا الأطباء قالوا إنه ما في شيء نفسي ساعتها بيتحول لعند مطران، او بلس والمطران في هو، رولز يعني انه وعلى وين مرة لازم وحدة نكون، بيجي ايه كمان وين لازم للتقسيم، نكون وبده اذن وهيك. والإذن بيجي لجلسة وحدة مش صحيح. لكذا جلسة. ايه نحن كنا كتار بالكنيسه يعني، فاتح كارولين دكانة على حسابي ايه هون الأبونا عم كارولين بيقسم. هون، في مدام هون، حتى كان في ناس محجبه يعني من الطائفه الاسلاميه، ناس هون ناس هون، بتعرفي كل جروب عم بيصلي لحدا وينتقل مني لحدا لغيره. مسرحية يعني ايه صارت. بتحسي هيك. نعم واخته لزوجي كثير بتحبني وكثير تاثرت، كثير تبكي بدها تهديني يعني بطريقه انه تبكي اكثر او تعبطني او زوجي وسلفي وهيك. انا اتضايق اكثر انه انا ما بدي ابقى هون، لانه شوف ناس هونيك ياسمين عم بيصرخوا لا وي وهيك يعني يعملوا اشكال واصوات. انا صير صرخ مش لانه عم بيقسم، انا عم صرخ انه بدي فيلم من هون، انا ماني مجنونه ما حدا يفهمني، وهن يعبطوني وتقبريني وكذا، انه عرفت يتعاطفوا معي. لحد ما رحنا للاسف خامس مره بقوم بيجمعني لوحده الابونا بأوضه. صدقيني ما بعرف شو صار هونيك، لو بعد لهلا بعدني عم بتابع يعني روحيا وهيك. مش من عنده أكيد، عند حدا كتير ايه اكيد. كتير رائع. فبس ما عم بقدر اتذكر مزبوط الكلمات، بس بعرف انه قعدني لوحده، قعد ياكل هو والشماس، كانوا كتير 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 عم بياكلوا، وانا عم بقول انه طب انا عم بموت، جسمي عم بيوجعني، مات خيي وبي وفال جوزي، انه انتم كمان بعدكم عم بتاكلوا. بقوم بقول له للشمس يلا يلا حضرها خلينا نخلص. انا هون مثل هيك فرابون يعني قاعدين كف. تركينك على جنب وقاعد عم هو الشمس عم ياكله. صحيح بالمكتب عندهم. طلعت انا بس خايفه بطريقه شو حضرها يعني، كلمه حضرها خلينا كأنه نخلص فايتين على شيء عملية أو وخلينا يعني نحضرها وخلينا نخلص خلص خلص منا. يعني هو ما عم بيعطيني الوقت اللي انا لازم احكي فيه أكيد يعني. منه اعتراف، بتعرفي الابونا بكل أكيد الاعتراف بيبقى معك لحد ما انت تقولي له ما بقى عندي شيء. أكيد. طلعت مرعوبه صدقيني. شو عامل هون؟ شو عامل؟ هو صراحه ما بعرف شو بيعمل، بس بيحكي حكي شيء مفهوم شيء مش مفهوم. كنت اكثر شيء بركز انه عنده ليونات بعيونه، وكان كل ما بدي ركز باللونات وحامل صليب يعني للاسف حامل صليب، ركز انا باللونات بس وانس تايم شيل عيني عنه يشبقني بكفوف، طلع فيي هون انا بدي طلعك انا بدي موتك، ويشبقني كفوف يعني، يا بس حرام. انا بطل ركز باللونات. وبدي اذكر هيك حادثه كثير صغيره، انا بخاف من البسينات من شي صار معي انا وصغير. صدقيني كنت كتير شوفوا هيدا البسين اللي بخوف تبع الكرتون، هيدا الكبير هالقد، شوف اسنانه وشعراته يعني بسينه قدامك هيك شوفه، بس على شيء كتير كبير. لانه هو حدا اللي عن جد كان مخيف بالنسبه ايه لإلك. بس انا لاني خاف من هيدا يعني هو يفوتني ربطيهم ببعضهم اكزاكتلي يعني من ربط بعد المعالجه، من اكيد. بعد قبل ما كنت عم بعرف شيء. صرت انا اشوف انه هو عم بيقدر يفوتني بالايمج تبع البسينه، هالقد خاف منه. يصير هو يحكي ويقول لاهلي، انا في اخواتي كانوا مصورين فيديو هيك، يقول لاهلي عم بخاف مني رح يطلع منه ويبزق علي. سوري مش يبزق، انا يعني انا بزق عليه بطريقه انه حل عني انه بدي فل هيك، هو يرش علي مي بقنينه مخزوقه وقمح شو طلب وملح. منك كارولين؟ هلا غير انه طلب مني اني على طول البس تنوره طويله، ما عرفت شو السبب بعدين هلا ما بعرف.
بسرح هو بسرح على تفكيره البيت، وروحانيته لأنه غريب يعني شوي. بسرح على البيت، ما لازم احكي مع حدا، بضلني بأوضتي. بس امي تحممنا عشية، بدها تدهن بالبانيو زيت وبخور هذا الاشي هو طالبهم. نعم، نعم وتصلي ماما، وكل حدا كل حدا بيعرف قصتي، ان شاء الله شحاد على الطريق بيعرف قصتي، بيصلي 7 نؤمن، اذا ما صلى 7 نؤمن رح تكتر الكتيب علي. صارت امي حرام هي واخواتي مين ما يشوفوا يعني صار بتعرفي يسوع يعني، تجارة، فاتين مع يسوع يا ريت تجارة بس صار تجارة يعني. للأسف. انا اللي بيزعجني بالموضوع ياسمين انه ما كان في تبادل مصاري بيناتنا، يعني ما اخذ مني مصاري، كان كل اللي يطلبون مي وملح. نعم، هيدا لأنه نحكي هو بتجرب الربح، يعني، هو الربح عنده مش الكل ربحه يمكن كان المصاري، هو الاسم كان الربح اسمه وعم أكتر، شهرة، يكتر وعم تجارة، بيكبر. ايه مية وعم بيكبر بالمية وصار يشوف حاله فيه، انه طيب هو صار يشوف حاله فيه أكيد انه تجيبي له كارولين زبونات بنته. ايه وصار أكيد. مين ما عنده مشكلة بالبيت، نعم خدينا عند الابونا تروحي لعنده. نعم كارولين، شو طلب منك بالنسبة لزوجك بالنسبة لبيتك؟ صحيح، هيدا بخامس كنا عم نحكي، بخامس زيارة لعنده، كنا كل خميس نروح، بقوم بيجتمع بزوجي لوحده وبيقول له انه الكتيبة كتير صعبة وما فينا نفكها، وللأسف مرتك عاملة علاقة جنسية مع شاب وحتى لقطة عضو ذكري، فما بعرف جوزي قد اتحمل هيدي الخبرية، وبشكره انه بعده صابر علي يعني، لانه ما في رجال يمكن يتحمل هيك خبرية. ورجعنا على البيت، إلي ما رجع معي، قال لي حبيبي انا بدي اطلع على البيت ارتاح، لانه نحن هون ضلينا عند اهلي، على فكره منعنا نبقى ببيت واحد، نعم ممنوع نبقى ببيتنا الزوجه، وممنوع يكون في قصص مشتركه بيناتنا لحد ما تخلص هالكتيبه، يعني بدل ما يقربنا بعدنا. صار جوزي بمال وانا بمال، شوفوا بس نهار الخميس عند هيدا الابونا. فللاسف يعني صرت بطلت شوف الي، وكثير اتضايق منه انه هو سمع هيك خبريه من هذا الابونا، وبعت لي خبر مع بس حدا. انه ما المفروض يصدق انه شو بده يبصر هذا الابونا، صرنا عم نفوت بسحر عم بقول لك وشعوذات. ياسمينة كانت هيك مثل خشبة خلص، انه حتى جوزي ما فينا نلومه لانه اكيد مش اكيد عارف حاله وين راح، مش عارف حاله مع مين بس فينا عايش. نلوم الابونا ايه كتير، وفينا صحيح نلوم المسؤول عنه للابونا. للاسف، بس انه زوجي او اهلي وبعد كان انا عندهم لهلا هيدي ماني الخشبة. مستوعبه كيف بينترك ابونا، كيف ما بينحكى اسمه على العلن. بعدني انا يعني نحن مش هدفنا ناذيه، بس احنا هدفنا كمان نحمي الاشخاص منه. يعني اليوم انت نجيتي لانك تعرفتي على ابونا حقيقي طلعك من هذا الشيء كله، صحيح، اليوم أنا في فتت اشخاص غيرك. بجمعية يعني كنت هالقد رافضة المسيح، نعم بس كان بس المسيح اللي أنا قبل باستوعبته. بدي اعرف، خبرتيني شي مره عن بيتك وعن ثيابك، طلب شي تعمليه؟ إيه صحيح، يعني بس قررنا إنه نحن نظهر من البيت، طلب من أهلي ومن زوج أهلي كمان وزوجي تحديدا، ما بعرف شي يربطنا، نحرق كل شي بيجمعنا بين بعض، اللي كان ثياب أو أغراض أو شي. وكرمال هيك زوجي سكر البيت وحرق اللي بده يحرقوه، واهلي حرقوا اغراضي واللي بدهم يحرقوه، ورجعت عند اهلي لمده 4 اشهر، ما بعرف شيء عن زوجي، بس بعدني بروح عند هيدا الابونا. ضلني اروح لعنده كل خميس واترجى شو عم تحكي لإلي، شو قال لك، لانه اهلي هون كانوا عاملين الخط الاحمر مع إلي انه خلص ترك نعم كفل، ما بحا نحكي معه، بتعرفي كيف بتصير القصص العائليه صحيح، الشعبيه يعني كمان. حساسيات بتصير. ايه صحيح، فرحت لعنده انه قال لي ما تعطي الهم انا عم بحكي، ما تعطي الهم عم طب بحكي. كيف نجيتي من مخالب هالأبونا؟ حتى لقل لي كيف صار مره، عم بدق له على التليفون يحكيني، قال لي هلا ما بدي احكيك معصب، ما بدي احكيك معصب، خلص ويسكت. اطلع انا على جلسه التقسيم ذات الشيء ابكي وازعل وكذا، انه ليش ما حكيتني، يعني هالقد انا مقهوره انه اللي تركني. فاخر مره قال لي زوجك بده يطلقك، هون انصدمت. فبس طلعت على السيشن تبع التقسيم بطلت ركز بعيونه، بطلت ركز باللينات، بطلت ركز الحكي شو بيقول، بس قاعده هيك وعم ببكي وبقول له لا الله اذا انت الله عن جد خلصني من هون. فما عملت ولا ردة فعل، قال لهم لا اهلي مبروك بنتكم شفيت فيكم تاخذوها على البيت. ورحنا على البيت، بس انه خرب كنت لك بيتك وارتاح ايه يعني. صحيح وكنت خسرت اوريدي زوجي يعني. نعم نعم بعدين شو صار؟ كيف تعرفتي على الأبونا اللي هو عن جد أبونا واللي هو أنقذك من كل هول القصص انا وردك ليسوع الحقيقي؟ مزبوط، انا سمع يعني بهالفتره زوجي سمع من الناس انه انا ما بعبدني شيء، ما بعرف بروح عند خوري تقسيم، وهيك جرب يظبط الاجواء مثل ما بيقولوا بين عمي وخالي وهيك، مش الحال. ورجعنا، رجعنا على بيت يلي هو اوضه واحده، لانه ما نعم قدرنا ناخذ غير بيت، كان اوريدي بيتنا راح. رجعنا على اوضه واحده، جربنا هون نلاقي حالنا انا وياه، ليه صار فينا هيك. تعرفنا على جمعيه كثير ناس بيصلوا تابعين للرحمه الالهيه، صاروا شوي شوي يفرجونا شو في بالكتاب المقدس، وين الشيطان موجود وين الشيطان مش موجود وهالقصص. ومن هيدي الجمعيه ثاقبت يعني، كنا بلشنا نحضر شوي تلاليميات،
بسمع جوزي بيسمع مرة على التليمير بدك تعرف يسوع أكثر، بدك تختبره شخصيا، لقينا على هذا العنوان أو اتصل على هذا الرقم. قال لي إلي بدنا ننزل، قلت له حل عني، ما في غير شو الإخوان هو خربوا لي المكان اللي بيتي. كان؟ شو المكان وين رحتي؟ بديسايبل فور جيزس Disciples for Jesus. كانت اكزاكتلي أول سنة عم تنعاد. صحيح. وفي مدام راندا هونيك بوجه لها كثير تحيه لانه تابعتني بكل ظروفي، وكانت تشوفني متضايقه ودايما عم ببكي وزعلانه، وهي فاتت عمق حالي نعم، وقالت لي بدي اعرفك على ابونا، بعتقد اللي حيريحك. هو بيعطي أول سنة Disciples for Jesus. ايه كان يعطينا دروس، وللصراحه من هونيك تغيرت كل حياتي، ساعتها عرفت مين يسوع. تعرفتي على أبونا حقيقي وعرفك على يسوع الحقيقي مش صحيح، المشوه. عرفت شو مين صار؟ يسوع وعرفت قد ايه يسوع بحبني وقد ايه انا مش مجويه وقد ايه انه ما كان سكنني شيطان. هاي الفكره، لانه ضلت هاي الفكره مرافقتني 5 سنين. أكيد. شو هلا قال لك الأبونا الجديد Disciples for Jesus؟ شو قال لك؟ في هلا في كلمه ما بنسيها ابدا، هي كوراج، وبعدني لهلا كوراج وبشكره اكيد، وشالني من هيدا المختص، لانه ما بعرف بقدر خبر هون شو صار معي، لانه خلص صارت هي الخبره الروحيه، صرت عن جد حس يسوع جواتي، عن جد بحبني، عن جد ماني ساكن الشيطان، عن جد انا حلوه، عن جد جوزي بحبني، والحمد لله نشكر الله وربنا رزقنا بولد والحمد لله. يعني خبرينا هيك شوي كيف هلا علاقتك مع يسوع، كيف علاقتك مع جوزك وابنك مارفن، نشكر الله. وخبرينا هلا عن علاقتك انت وجوزك مع الابونا، كيف عم بتتابعوا معه وشو عم ايه صحيح، تعملوا. نحن بعدنا يعني عبر الابونا كمان، لانه انا عندي معالج نفسي، لانه عندي خوف من اللبسينه، خوف من الموت، خوف من المقبره. اكيد مينيموم بهالقصص ايه بكل كلياتها. المرق وبالسنين اكيد بدي ضل نتابع، اكيد كنا اكيد نتابع باستمراريه، هلا شوي على تواصل اقل، بس الحمد لله دائما يعني على اتصال مع المعالج ومع الابونا. انا وزوجي الحمد لله رجعنا اخذنا بيت وعندنا صبي مارفن بحبه كثير، بشكر الله عليه. وعلى فكره مارفن اسمه يعني من الرب العظيم، نعم وهالقد الرب كان عظيم بحياتي عن جد، بس انا ما كنت شايفته. أكيد. عم وعبر بوجه هذا تحية الابونا كمان لجوزك لإلي ميرسي. ولمارفن وللأبونا الرائع يلي طلعك من كل هول ايه اكيد، القصص. لانه هلا صرت عم شوف، يعني هلا اذا بتساليني قد ايه عمري، هلا بقول لك عمري 4 سنين، يعني ما بقول عمري لانه نعم. لي 4 سنين عايشه يسوع وفرح يسوع ومين يسوع بحياتي. قديش بالحياة في أشخاص بتخرب وفي أشخاص رجع بتجي بترجع بتبني وبتعمر للاسف عن جد. ونحن تحت صدمات الاجتماعيه تبع حياتنا، لانه انا كان بدي شيء وخلص، صدقت غير ابونا. بتمنى من كل حدا عنده مشاكل ما يخاف، ما يخاف يحكي، بس يعرف وين يمكن بده يحكي. يحكيك إليك تقدري توجهيه للأبونا الحقيقي للخور الحقيقي اللي ايه ساعدك، ما صحيح يروح عند مين ما كان. وأخبار التقسيم منا لعبة ومنا هيك. صحيح، حتى في شغله كثير علقت معها مع هذا الابونا ومرافق له. أيوة حدا ما يضيع المشاهدين، لا الأبونا الاب مش تبع أبونا. الديسايبلز آه اللي أوكي. تابعناه كان كمان معه مرافق، مره كنا عم نحكي خبرتي بالكنيسه، نعم. قال لي شغله واحده كثير اثرت فيي، قال لي الحكيم بداوي كل الناس، بتروحي لعنده بس ما بيعطيك ذات الدواء لإلي ولإلك ولكلهم، أكيد. ونحن بنكون حكمه باسم يسوع بنعطي دواء لكل واحد شو مشكلته. ثاقبت انت رحتي عند حكيم منه مخرج مزبوط، اعطاك ذات الدواء اللي بيعطيه لكل الناس، لانه انا بدي افهم ليه، بدي افهم ليه ابونا وهيك، ليه ابونا وعمل معي هيك، يعني ضل عندي هالعتب اللي وللأسف عليه. يعني هذا الشخص اللي عامل حاله أبونا مش بس عم يعطيك دواء بيعطيه لكل الناس، عم يعطي كل الناس دواء غلط، دواء بيعرف إنه في سم وبيعرف إنه رح يسممهم. وعم بيكون وعم ذات الدواء، يعني ذات الحكاية ذات الشيء بينقل من ميلي هو كيف لميلي. شخص جايب سم وعم بيقول للأشخاص هذا دواء خدوه وهو ما هو خبر إنه هذا سم؟ للأسف ما بعرف، يعني ما بعرف كيف بعده ما اسمح له يكفي بكهنوته. انا جات بترك هذا تواصلتي الشيء اكيد معه؟ جات لا حكيتي شيء قلتي له انت دمرتني او ما تواصلتي معه؟ ما بحب كثير اذكر ديتيلز، بس رح اذكر شغله واحده، نعم انه في فتره جاني تهديدات منه، نعم بس طبيعي عم توقفي له تجارته بس طبيعي. قطعت على خير، لانه بعدني عم تابع الموضوع مع ابونا تبعي والمرشد والمعالج، وقطعت كليا علاقتي فيه وغيرت رقمي وهالقصص كلها سوا، نعم وحتى اقتحم لي صفحة الفيسبوك تبعي وصار يحكي عني حكي مش منيح، بس كمان طلعت واو من هذا ابونا. يعني بغض النظر افترض كل شيء حكي عنك، خلينا نفترض انه مزبوط، في خوري بيجي بيشهر بحدا للأسف، وكان يبعث لي عبر راهبات. والرهبات يقتنعوا ايه وبيعملوا صحيح، هذا الشيء. وكانوا يبكوا علي انه بتفكر تطلعي عند البطرك او عند مطران او عند لا حدا ما بعرف النتيجة شو مش بدها كرمال تجيب. انت انه تنتقمي منه ابدا، مش ابدا هيدا ايماننا ابدا المسيحي، ابدا. ولكن كرمال نحمي وننقذ اشخاص انا هلا عايشين نفس بتواجد، ايه انا تجربتك. بتواجد واكيد بشجع كل حدا
انه ما يعمل هيدي السيشن الا باذن من الاسقف، لانه بيكون الاسقف هو عارف اذا بدنا هيدي السيشن ولا ما بدنا اياها. بالعكس انا ما ب... وانا انا كمان ب... سوري قطعتك، بس انا كمان بدي شجع كل حدا بصير معه قصه مثل قصتك يطلع عند المطران، يطلع عند البطرك، ما يسقط يوصلها. صحيح. لانه هيدا الخوري لازم يتوقف، ما لازم يضل عم بدمر حياه ناس. انت اليوم تلاقيتي بخوري تاني انقذك، مش كلهم اليوم بيقدروا يتلاقوا بخوري تاني ينقذهم. هيدا للاسف في اشخاص يمكن عم تنتحر، اشخاص عم بتموت، هيدا اللي يمكن بتزعل في اولاد عم تنتحر وتموت. حتى صار انا من عندي ومن صار عندي رفقه عنده، لانه كل جمعه بنتلاقى سوا، يعني صار عندي رفقه فوق. تخيلي انه بعد فتره من هالخمس سنين ناس تقبلتني بروحانيتي الجديده، وناس بزقت علي انه رجع سكن الشيطان. لانه غسيل دماغ، رجع سكن الشيطان. يعني هالكلمه ما عم بقدر استوعبها، رجع سكن الشيطان هالقد ومن راهبه يعني. وبتجي هيك بتلقطك على هذا الجرح اللي انت فيه. هي كانت تعرف خيك بالسما زعلان عليك، مش مبسوط منك على اللي عم تعمليه. انه ما بعرف قد ايه خيي هلا مبسوط فيي، اكيد خيك كثير فخور وكثير مبسوط فيك، بس بعرف فيكي. اني هالقد مرتاحه وهالقد صرت بحكيه مش بالوهم، بالوعي. أكيد. وبعرف هو وين، وهالقد مبسوطه وعندي هذا الرجل الكبير انه نياله وين هو. اكيد. امين امين. خبرين هيك شو عن علاقتك هلا بيسوع، كيف صارت من يسوع المشوه يلي بده شو بعرفني بده تدهني له زيت وتعمله سبعة نقمه؟ اكيد للاسف بهالفتره كان عندي تفوتي معها الوثنيه التجاريه، شريعه يعني. حتى كان عندي شيء برقبتي، هيدا احلى بعتقد، كان عندي شيء برقبتي ممنوع شيله. كنت اتحمم فيه ياسمين، هالقد كان عندي خوف انه اتخانق انا وزوجي. خلينا نفوت بوهم انه اذا شلنا هيدا الشيء حنتخانق، حتى لدرجه صار الي مرات يشوفني بلاه يقول لي حطيه هلا بدنا نرجع يعني هالقد صرنا نحن عتلانين هم نشيله او لا. ممنوع ناكل اكل الا ما نكون جايبين معنا ملح حاطينهم بالاكل او بقلب المي المسليه. عشنا هوا قديه الوثنية التجارية بتقتل، قديه الصورة المشوهة عن يسوع المسيح بتقتل وبتدمر كتير. بس أنا أكيد فاتحة ذهني للروح القدس اللي هو اشتغل فيه عبر الأبونا حبيب قلبي، لأنه مش معقول غسيل دماغ بعد هالسنين الطويلة اقتنع منه بكلمة واحدة أنه عن جد يسوع بحبنا بكل بشاعته. امين 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 عن جد. يعني كارولين بدي اتشكرك كثير على شات الحياه الرائعه. بدي منك تسحبي ايه تشوف. الحب لا تطفئه المياه الغزيره ولا تغمره الانهار. امين. هيدي الايه اذا بدك حب. صحيح. اذا بدك تربطيها بالابونا يلي طلعك من كل المشاكل اللي كنت فيها وبيسوع المسيح، كيف فينا هيك نربطها؟ حبنا مثل ما يسوع بحبنا، مجانا، ما اعطيته شيء. نعم. حبنا من دون ما اعطيه شيء، عرف بس اسمي، حتى ما قبل اول فتره يعرف ديتيلز قصتي قد ما يعرف شو اللي عم ببكيني. شو حلو. وهلأك هيك الفرق. بدي هون قطشك لشغله كثير مهمه. هلا عملت هيك مثل مقارنه، مع انه ما بعمل مقارنه بين هيك شخصين، يعني ما في جنس المقارنه بيناتهم، بس وقتها كنت انت قاعده عم تبكي وكان هيداك اللي عامل حاله ابونا قاعد عم ياكل ويقول له يلا حضرها لنخلص منها، وبين هيدا الابونا يلي كان عم بيقول انه انا بدي اعرف انت شو ليه عم تبكي شو مبكيكي. هون بنقدر نشوف مش صوره اثنين كهنه او اثنين اخوارني، بنقدر نشوف صوره يسوع المشوهه يلي شخص مشوه بيعطيها، وصوره يسوع الحقيقيه الحب المجاني يلي الشخص اللي عن جد ممتلئ من يسوع ومن حبه المجاني بيعطيها. صحيح. وتاكيدا على الموضوع صرت بتضايق بس شوف ناس عن جد ما عم بيعرفوا قيمة يسوع بحياتهم. صار عندي هلا يعني داعش ليسوع. كيف داعش بدافع عن قضية أو حدا بدافع عن قضية؟ أنا بدافع عن يسوع. بس ما نفهم غلط، أي طريقة دفاعنا عن يسوع؟ دفاع أكيد بالمحبة والعطاء المجاني. أكيد. لأنه انعطالي كتير وأكثر ما بستاهل. أكيد. أمين. كارولين بدي منك تطلعي على كاميرتك وتحكي مع كل شخص هلا حدا عم بيوهمه إنه هو في شيطان جواته وعم بيروح عند خوري الحائط هيك نوع عوينات وعم بيقسم عليه، كيف يتصرف؟ شو يعمل؟ إذا بده يقدر يتواصل معك كيف يتواصل حتى معك أنت؟ أكيد أنا موجودة بكل الأوقات. رقم تليفوني مش ضروري قد ما بترك اسمي كارولين روحانا، فيه ينبشوا علي حتى على الفيسبوك. بتواصل مع أشخاص عبر الـ MSN أو الماسنجر.
ومش انا اللي بفيدهم، اكيد برجع على المرشد ما اكيد الاساسي لحتى هو. من خلال، انا ما اقدر نذكر اسامي، لحتى صحيح، من خلالك برجع يقدروا يروحوا للمرشد لعنده حتى الاساسي هو يساعدهم. والحمد لله دايما بيلبيني، ودايما يعني بشوف الاشخاص اللي من قبلي، وبنصح كل اثنين عندهم اي مشاكل او اي اضطرابات زوجيه ماديه اجتماعيه يلتجئوا لبسيكياتر عادي، يعني بس انه يكون عنده روح الله راح أكيد يساعدهم هو يلاقي حاله. والكنيسه اللي بتكون جامعه باسم المحبه باسم يسوع، مش الكنيسه اللي بتجمع بس تجمع مصاري او شهره، لانه هيدي الكنيسه هي اللي دمرتنا للاسف. عم نضطر نقول كنيسه يعني نحن البشر، وعم نضطر انه نقسم بين مين المسيحي المزبوط مين المسيح صحيح غير المزبوط، للأسف، بس بالنهايه مين اللي عم يعطي السم ومين اللي عم يعطي صحيح الرب. بالنهايه يسوع وحده هو اللي بينتصر مثل ما انتصر بحياتي. أمين أمين. بدي أتشكرك كتير ميرسي كارولين، عن ميرسي جد لكم، يعني كانت وبتمنى هيدي الخبرة تساعد كتير ناس عبر برنامجك. عن جد كانت فكرة كتير كتير رائعة. مشاهدينا، أي شخص بحب يتواصل مع كارولين، كارولين روحانا، بيقدر يتواصل معها عبر الفيسبوك. وعن جد ضلكم صلوا حتى يكون تقدروا تفتحوا قلبكم على الحكمة، يكون عندكم الحكمة تميزوا وين الصح ووين الغلط. هذا الشيء أكيد ما بيجي غير من كلمة الرب وغير من يسوع المسيح. وبشوفكم التنين الجاي بحلقة جديدة. سلام المسيح بقلوبكم.